فعلا القضية مهمة جدا والالتزام مهم جدا، لكن الأهم نظن هو الجمهور. اليوم هل هناك جمهور لهذا النوع من الفن السابع؟ احنا عارفوا انه الإقبال الكبير يكون على الأفلام الخفيفة، على أفلام قاعات السينما. انا تعودت عبر اكثر من 10 سنين وقدمت فيهم 11 فيلم قبل كارما، انه بقدم هذه النوعية من الأفلام الملتزمة، وكانت بتلقى رواج جماهيري واسع، بل كانت بتتصدر الإيرادات في منافسة هذه الأفلام اللي حضرتك بتتكلم عليها. وهذه المعادلة المثالية نظن. طبعا هي مثالية، لأن أنا كنت بحضر مهرجانات وباخد جوائز في المهرجانات، وعلى المستوى النقدي بتتلقفوا الحركة النقدية باستحسان شديد جدا، وبتحليل يعني يزيد حتى من قيمة الفيلم في بعض الأحيان. لكن في النهاية إن ما كنتش هتصنع فيلم تتلقفه الجماهير وتؤثر فيه، تبقى انت فعلا. يبقى انا في حاجه ناقصه في الحكايه. الضلع الثالث من المعادله السينمائيه او من مثلث العمل السينمائي هو الجمهور. فالحمد لله يعني كان كل تاريخي في الافلام كانت الاقبال الجماهيري كان عالي جدا، برغم ان الافلام كانت بتكسب في المهرجانات وكل حاجه.